المبادرة يعني أنه لو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بطبيعة الحال كعهدية في الاهتمام بكل ما يتعلق بالتحولات اللي كيعرفها بلادنا، شيء طبيعي أنها كتناول اليوم هذا الموضوع ديال النقاش حول تعديل مدونة الأسرة، اللي هو اليوم أصبح واحد نقاش مجتمعي، واللي تدبيرت المدونة منذ أن كانت منذ 2004 بين واحد الحاجة اليوم إلى إعادة قراءة المدونة مرة أخرى، من أجل أولا تثمين ما هو إيجابي فيها وسد الفراغات عند التطبيق، لأنه أحيانا نلاحظ على أن هناك حقوق جد مهمة ومتقدمة نصت عليها المدونة، لكن هناك خلاف في تفسيرها وفي تأويلها، وبطبيعة الحال أحيانا يعود الأمر إلى الطريقة التي كتبت بها الفصول، ولكن هذا بطبيعة الحال لا يمنع من أن نعتبر على أن المدونة هي واحد المكسب جد جد مهم بالنسبة للمغرب وبالنسبة لنا كأسرة وبالنسبة للسيدات وبالنسبة للمجتمع ديالنا، لكن لابد من أن يكون عملية الإصلاح واحد ديناميكية اللي كتواكب جميع النقائص اللي ربما كتوقع بين الفينة والأخرى. لهذا الدول اللي فكرت فيها المنظمة المغربية هي اليوم في قلب الحداث المجتمعي اللي كيهتم به الجميع. في إطار الحركية المجتمعية اللي كنعيشوها حاليا منذ الخطاب الملكي ديال نهاية يوليوز السنة الماضية، اللي يعني أقر بأن لا بد من مراجعة مدونة الأسرة، أن مدونة الأسرة بينات الثغرات ديالها والمشاكل المطروحة فيها. إذا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كتنظم هاد الأمسية الحوارية حول بعض المقتضيات ديال مدونة الأسرة اللي كتطرح مشاكل كثيرة، وفي هذا الإطار استدعوني كعضو مؤسس المنظمة ومناضلة سابقا في إطار المنظمة باش ندخل في هذه المناظرة. في إطار مشاركة وإسهام المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء في النقاش العمومي حول المدونة ديال الأسرة، أكيد أن هذا اللقاء الغرض منه هو فتح نقاش مع باحثين مختصين اللي عندهم صلة بالمنظمة من أجل وضع أرضية اللي كتشكل منطلق ديال المقترحات ديالنا والبدائل ديالنا، لأن قوة المنظمة دائما ماشي كانت في النقد ديال القوانين، ولكن في المقترحات والإسهام ديالها في مسودة ديال القانون فيما يتعلق بكل القضايا الحقوقية.